صديت للمهمة. المهمة بيها تحديات، تحدياتها الآتي. عندنا 5 مليار دولار سنويا يحتاج إلى مهندس جريء. سبع، مو دا أتكلم عن نفسي بس هاي حقيقة. 5 مليار دولار سنويا استيرادات أسلحة واعتدة للعراق. معدل. طيب. وراجعوا الموازنات. هذه أكو دول تصدر لنا. أكو تجار يجيبون من هاي الدول يبيعون ويشترون. أكو فاسدين في مؤسسات الدولة اللي هم يستخدمون هذه اللي يشترون. وأكو ضلع رابع اللي هم المطبلين والسماسرة اللي يذبوهم بالوجه لتسقيط الآخرين. كل سلاح أو عتاد يدخل للعراق 5 أضعاف سعره الحقيقي، وأنا مسؤول عن كلامي. ليش؟ الآن ها؟ ليش؟ لأن ما عدنا. مو تعرف أنت المناشئ الغربية وفي يعني منشورة بالمواقع. ماكو منشورة بالمواقع. سلاح والعتاد مين نشر بالمواقع؟ الشركات متعدة، 100 شركة بالعالم تنتجهن. المسدس، إحنا سوينا مسدس بابل كلفنا 350 دولار. مسدس؟ المسدس ينباع للعراق، يستورد أرخص شيء يستورده العراق 1200. الآن إحنا جبنا معمل طلقات، الطلقة راح تكلفنا ما تجاوز 21 إلى 22 سنت، ليشتروها 39 سنت. طيب أنت مو جنابك تقول عضو مجلس الأمن الوطني حاليا، ليش ما تطرحن حاليا؟ حاليا لا عدق سابقا ما كنت، لا ما كنت أنا خلوني بالمجلس. يعني في هاي الحكومة، في هاي الحكومة الشيعة صرت عضو مجلس الأمن الوطني. وسبحان الله مقدمت كتاب لإضافتها على الجدول، مفروض لو اجتماع الجاي لو اللي بعده تطرح استراتيجية التسليح.